شايفة كمان ممكن يكون في سفر، عم بيفكر برج العقرب بسفر على عمل. شايفة انه هذا الموضوع رح يكون ابسط بكتير من ما انت تفكر. يعني انت بفكره انه معقد، يمكن لسه ما بلشت بالاجراءات، انت مفكره انه معقد انه كذا، بالفترة الجاية رح يتسهل كتير هذا الموضوع. شايفيتك هون اوريدي خلص مجهز امورك وبدك تسافر، ولكن بيقول لك انه انه ما تسافر لحالك، يعني على الاغلب رح تسافر اما مع زوجة، مع حبيب، مع ما بعرف، بس يعني بينصحك الورق بانه ما تسافر لحالك، لانه انت من الناس اللي شوي عاطفيين، فيمكن إذا سافرت لحالك تكون كثير شاعر بالوحدة، كثير تكون متعذب يمكن نفسيا، فحلو إنك تسافر مع حدا، مو شرط حبيب أو كذا، ممكن يكون أخ، ممكن يكون، بس أنا شايفيتك مسافر مع حدا يعني مش لحالك. شايفة فيه كمان شخص ممكن يكون عندك في العمل شايف حاله مش مصدق، وانت عم تاخده على قد عقله على طول الوقت، ولكن هذا الشخص رح يكتشف امور، رح يكتشف انه انت ماخده على قد عقله، يعني رح يكون في شوية صراع للناس اللي اساسا عم يشتغلوا، في صراعات شوي على خفيف يعني مش كتير. هذا الشخص ممكن يكون هوائي، ناري او مائي، اكتر اشي مبين. مبين انه كمان في وفرة مالية في نهاية الفترة او ترقية، خلينا نقول للناس اللي اوريدي بيشتغلوا، في فرصة جديدة، كمان في فرصة جديدة حلوة كتير قلنا عنها للناس اللي ما بيشتغلوا. من ناحية الصحة، شوف الصحة انت بتعتمد على الموضوع النفسي، فانت تعبان نفسيا بالورق فعم ينعكس على صحتك، فانت شو لازم تعمل؟ يعني دايركت لازم انه تظبط نفسيتك، تحاول تعمل توازن في ما تفكر كتير، ما تعطي للامور اكتر من حقها، لحتى صحتك تكون منيحة. الاناث من برج العقرب عم بيهتموا جدا جدا في جمالهم، هن اساسا جميلات يعني، بس عم يهتموا اكثر في كل الموضوع، في كل المواضيع اللي بتخص الجمال. شايفيتك هون عم تترك دنيا وتفوت دنيا جديدة، تطلع من حبس، والله فعلا يمكن يكون في حبس بالموضوع، انت محبوس يمكن مسجون، لا بمزح، ممكن يكون بالمعنى المعنوي لهذا الموضوع، انه كنت محبوس جوا افكار، كنت محبوس جوا اوهام، رح تفتح هاي الطاقة، يعني رح تفتح في طاقة رح تنفتح مثل تفتيح عين او روحانيات او شيء، عم تطلع من هذا الحبس او السجن او الاوهام لأرض الواقع. عم بشوف كمان ممكن تترك دنيا تفوت دنيا تانية، تخلص سايكل من حياتك تبلش سايكل جديدة. شايفة انه في باب رح ينفتح لك هون. انا قلت في ناس عم بتكون متشائمة، تركت شغلها كذا، عم بيكون في نقص بالمادة طبعا نتيجة هذا الاشي، يعني لانه مرتبط المادة يعني عمل، فعم بشوفك لا في فرصة جديدة، في باب جديد عم ينفتح انت ما كان يخطر على بالك ابدا. خلينا نشوف شوي على العاطفة. راح تمسك ايد الحبيب العقرب، ما بتقولنا، ما بتخبرنا، في حب كبير، في مشاعر كبيرة بكن لك اياها الحبيب، او انت بتكن له اياها، يعني انا بعيد بكل برج نفس الكلام بحكي لكم انه القراءة ممكن تكون عكسية، لانه القراءات العاطفية احيانا بتكون عكسية.
شايف الطرف الثاني يعني مش قادر على البعد، في شغف كبير ناحيتك، في شوق، في محبة، وانت شو؟ انت اعصابك باردة، علاقة ثلاثية، ولكن ما بشوفها ذات أهمية، ما بشوفها إنها مهمة. وما في علاقة يعني ثلاثية مش مهمة ومهمة وكذا، بس ما بشوفها إنها دائمة أو كذا، بشوفها إنها مرة واحدة، يعني خاصة إنه كرت واحد بين وخلاص، بعديها في مصر على هاي العلاقة. أوكي، أول شي طاقات قبل ما أنسى، طاقات عم تكون هوائية زي ما أنتم شايفين، نارية مائية أكثر شي. هلأ مش شرط إذا أنا ما ذكرت يعني مثلا طاقات معينة بتكون الأبراج مش موجودة، ما دخل، هاي طاقات يعني عادي، ما بتأثر، بس احنا انا بحكيها عشان انتوا بتحبوا انه احكيها. هلا بالنسبة للعاطفة، شايفيتك يا عقرب عم، او العكس يعني، يا انت يا شريكك، عم تكتشف اكاذيب، عم تكتشف موضوع معين بتعلق بالطرف الثالث، عم بتحاول بعديها انك يعني اما تذاكره، اما تعطيه القدر اللي هو يعني تحجمه، ما تعطيه حجم، راح تعلمه درس، زي ما هو ضحك عليك انت حاسس بانه بدك تضحك عليه، شاعر بالانتقام يعني ناحية الطرف الثالث، وكأنه ضيع الشريك من ايدك او لهاك عن الشريك، حاسة هيك من الورق في عندك كتير صراع من ناحية العاطفة، ما عم ترسى على بر طول الوقت، لكن بالفترة الجاي أنا بشوفك يعني خلص حصلت على الحبيب بكل أريحية، شايفة إنه الحبيب شوي الآن عم بمر في ضيقة مالية، ولكن هاي الضيقة يعني ما بشوفها مستمرة لوقت طويل. بشوفه على الأغلب الأنثى، إن كان أنت أو الطرف الثاني، إن كان أنثى فعلى الأغلب هي المنتصرة، وهي اللي راح تكون يعني إلها اليد العليا في الموضوع، هي اللي راح تكون ماسك الموضوع أو بتحركه بالطريقة اللي بدها إياها، هي اللي راح تكون الليدر في الموضوع. شايفة هاي العلاقة كتير، شوف هدول الكرتين، يعني مكملين لبعض، نفس الصورة، عم بتكونوا متشابهين كتير كتير انت ويانا، ما عم بقول على الصعيد الثقافي وشغلات، لا انا عم بقول بالمستقبل بهاي الفترة راح تكونوا كتير قريبين من بعض، لدرجة انه يعني رح تشبهوا بعض بالأخير. فشايفة أنت رح تقدم والطرف الثاني رح يقدم نفس الكأس، كأس الحب، فدول كرتين مع بعض إنه واو، يعني نادرا ما يطلعوا مع بعض، وعلاقة مستمرة وجدية، ما رح تكون اللي هي علاقة عرضية أو كذا، عم يعني بشوف واحد من الطرفين أو أنت عم بتكون كتير شغوف على الطرف الثاني، مش قادر تستنى، بدك بأي وقت تبلش، ولكن هذا صبرك رح يعني رح ينتهي ورح توصل للي بدك اياه، لانه 10 هون عندنا رقم 10، خلص انت خلصت التعب، خلصت الامور هاي كلياتها، الزنخة اللي فيها عكوسات، وعم بتبلش شي جديد مع الحبيب، فكروت يعني حلوة، بس يا عقرب بطل تشاؤم انت، وانت راح تشوف كتير اشياء حلوة لو تركت التشاؤم او الافكار، ابعد عن الناس المتشائمة، عم بشوف في حواليك يعني ناس كتير متشائمة، او عم بيحكوا لك عم ايش بيسموها، بيكسروا مقاديفك على قولة اخواننا المصريين حبايبنا، او انه يعني ما بعرف، في حواليك ناس بيحاولوا انهم يحطوك، فابعد عن هاي الناس او همشهم، اذا كانوا من العيلة
بشوف للبعض من عندكم من العيلة نفسها. فلو ما كنتوا لو ما كنتوا قادرين انه تبعدوا عن هدول الاشخاص اذا كانوا من العائلة، ففيكم انه تهمشوا، يعني تسمعوا من هون تطلعوا من هون. فبس انكم تبتعدوا عن الاشخاص السلبيين، شوف رح توصل لمرحلة رح تصلي فيها يمكن ركعتين شكر يا رب على موضوع انت كنت. شوفوا هذا الشخص في جزيرة لحاله وحيد مثل مثلث برمودا، ما فيش يعني حدا هناك نهائيا، وإجاله الفرج من بعيد، فبيقول لك ثانك جاد رح توصل لهاي المرحلة، انه تشكر ربنا بكافة الوسائل على الأمور اللي انت عم بتحققها بالفترة الجاي ان شاء الله يا رب. الله كريم. بس بقول لك زيح الأفكار السلبية من راسك، لا تسمع أوهام، لا عيش بالواقع زي ما هو. كمان عم بشوفك يا عقرب البعض منكم عم بيحلم أحلام اللي هي غير واقعية، فلا بيقول لك امشي على الأرض، يعني امشي واحدة واحدة واحدة، ما تحلم بالشيء البعيد جدا، لا احلم شوي شوي، يعني انت رح تحقق الامور ولكن يعني شوي شوي، ما تحمل حالك اكثر ما بتستحمل. طيب خلينا نشوف مثلا، شو بدنا نشوف، خلينا نشوف هدول الكروت شو عم تقول لبرج العقرب. forgiveness. شوف حبيبي هاي الطاقة بتعطيك طاقة إيجابية، إذا كانت طاقتك ناقصة أو سلبية فأنت بتحولها لإيجابية إذا عملت هذا الإشي. forgiveness، سامح. ما بحكي لك إنه تنسى، يعني إحنا مش من ال... يعني إحنا مش آلة أو ماشين عشان خلص تكبس على الكبسة وتنسى الموضوع، لا، بس إنه سامح على الأقل زي ما قلت قبل شوي برج من الأبراج، إنه نقول حسبي الله ونعم الوكيل وخلص بكفي، ما نحاول إنه ننتقم، ما نحاول، لأنه في شوي روح انتقامية عند بعض بعض الناس. راح تكون بيقول لك هون إنه خفف شوي من الحساسية، كون عملي أكثر، مشي أمور، ما تدقق على كل شيء وكل شيء رح يمشي، بس بيقول لك إنه احذر من الحساسية، يمكن الفترة الجاية رح تكون كتير حساس، خفف من هذا الموضوع إذا كان موجود عندك حبايبي.